نحن الآن في فندق باريس وسط العاصمة يرفان. هذا أحد أنواع الغرف الموجودة في هذا الفندق. الكاتيجوري ستاندرد، مساحة الغرفة 25 متر مربع، وسرير اكسترا كينج بيد، اكبر سرير موجود في كل فنادق يريفان او عموما في ارمينيا. هذا ثاني كاتيجوريا في فندق باريس، سويت، مساحة الغرفة 80 متر مربع، الملفت للانتباه في هذا الفندق في كل الحمامات موجود ومن هنا البالكون، والمشهد أمامنا هو لجبل أرارات، الجبل الذي رست عليه سفينة النبي نوح عليه السلام، لكن للأسف اليوم شوي الجو ضباب وغيم، الجبل ما يبين بوضوح. هذا ثالث كاتيجوري في فندق باريس، غرفة ستاندر، لكن هنا السرير مزدوج توين بيد، المساحة 25 متر مربع، في غرفة الستاندر في هذا الفندق لا يمكن إضافة سرير إضافي في الغرف. أما النوع الآخر من الغرف في فندق باريس هو الديلوكس. للأسف شديد اليوم ما حالفنا الحظ أن نصور غرف الديلوكس لأن كل الغرف مشغولة، لكن تصميم الغرفة نفس تصميم غرف الستاندر لكن بمساحة أكبر. مثلا هذه الغرفة 25 متر مربع، غرفة الديلوكس مساحتها 35 متر مربع.